أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. معاناة جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في دول الخارج ليست قضية وليدة اللحظة، بل هي قضية طالت فصولها واشتدت معاناة الجرحى الذين تم ابتعاثهم للعلاج في دول خارجية توزعت بين الهند والسودان ومصر وتركيا والسعودية. 3000 جريح وأكثر واجه أغلبهم الكثير من المعاناة ابتداء من لحظة الإصابة مرورا بمعاناة المعاملة للحصول على منح علاجية نظرا لإصابتهم البالغة والتي استعصى على المستشفيات في الداخل علاجها انتهاء بإجراءات السفر والوصول إلى المستشفيات الخارجية والإهمال الذي تعرضوا إليه طوال فترة مكوثهم فيها. في هذه الحلقة من برنامج المنصة سنتناول موضوع جرحى الجيش والمقاومة والإهمال الذي يتعرضون له في الداخل في دول الخارج من المسؤول بالدرجة الأولى تجاه هؤلاء الجرحى، كما سنعرض بعض من قصص المعاناة التي يعيشها الجرحى هناك وما الحلول الممكنة لإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها. لكن قبل البدء بتفاصيل الحلقة نذهب لمشاهدة التقرير التالي حول الموضوع. تبدأ معاناة جرحى الجيش الوطني والمقاومة من لحظة الإصابة الأولى إلى لحظة العلاج، شهور عدة يقضونها في المعاملة للحصول على منحة علاجية من الدولة إلى إحدى دول الخارج بعد أن عجزت المستشفيات في الداخل عن علاج إصاباتهم البالغة، ولا يكاد الجرحى يخرجون من معاناتهم الأولى حتى يدخلون في معاناة أخرى تتمثل في السفر الشاق إلى الدول التي حصلوا على منح علاجية إليها، وذلك بسبب عدم توفر مطارات في المناطق التي يقطنون فيها. وبمجرد الوصول إلى الدولة المحددة لتلقي العلاج اللازم يتفاجؤون بمعاناة أخرى تتمثل بعدم الاهتمام من الجانب الحكومي وضعف التنسيق المسبق. أكثر من 3000 مصاب تم نقلهم إلى دول الخارج لتلقي العلاج حتى الآن، نسبة كبيرة منهم ما زالوا عالقين هناك. توزعت الدول التي تم نقل الجرحى إليها بين السعودية والإمارات ومصر والسودان والأردن وتركيا والهند. جرحى الجيش الوطني والمقاومة في السودان هم الأكثر معاناة وتعرضا للإهمال، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات لا تختلف عن المستشفيات المتواجدة في اليمن والتي تفتقر إلى الكوادر القادرة على علاج إصاباتهم بحسب تصريحات عدد من الجرحى. وقفات كثيرة نظمها الجرحى أمام السفارات اليمنية في الدول التي يتواجدون فيها ومناشدات مستمرة أطلقوها على أسماع الحكومة علها تصغي إليهم لتخفيف أوجاعهم. ورغم هذه المناشدات والوقفات لم تقم الحكومة بالدور المطلوب تجاه جرحى ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل شرعيتها. يبقى جرحى الجيش الوطني والمقاومة في الخارج عالقين بين وجعين، وجع إصابتهم ووجع إهمال حكومتهم. إذن عن معاناة جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في الخارج نخصص هذه الحلقة من المنصة. بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا. لدينا اتصال أخ إسلام أحد الجرحى من الهند. أهلا بك إسلام. أهلا أهلا أخي الكريم. إسلام، بداية يعني لو تضعنا أمام وضعك الحالي، الوضع الصحي ومدى الاهتمام من قبل الحكومة بكم كجرحى متواجدين في الهند. يا أخي الكريم، أولا نشكرك على الاستضافة الرائعة هذه، ونشكر اهتمامكم بقضية الجرحى في الهند وفي غيرها من الدول وفي جرحى تعز. لكن أنا لن أتحدث عن إسلام النضالي، أنا سأتحدث عن المعاناة لي ولجرحى في الهند. كوننا الآن أصبح قضية رأي عام، قضية إعلام بشكل قوي جدا قوي جدا. اللجنة في الهند يعني كان لديها مخالفات كثيرة قانونية. أنا سمعت الآن قبل نصف ساعة أو ساعة من الآن الدكتورة إيلان عبد الحق تتكلم في قناة الشرعية قناة اليمن، وقالت أن إن كان هناك أي مخالفات قانونية ضد رئيس اللجنة في الهند ضد اللجنة في الهند سنتخذ الإجراءات اللازمة عن في الجرحى، وهي مهتمة بقضايا الجرحى أجد من قضية عضو في اللجنة. سأذكر لك بعض قضايا من يعني نبدأ بأول قضية يا أخ، ولو طولنا شوي. الأخ سمير الضبيبي، يعني الأخ سمير الضبيبي هذا أحد الجرحى هنا في الهند، أصيب في العينين، فقد إحدى عينيه والأخرى يعني مهملة جدا. فالأخ رئيس اللجنة رفع له تقارير
عن صبايا في جسده ولم يرفع له تقرير عن صبايا عن عينه عن العمليات اللي يحتاجها العين، ورفع له تقرير $9,000 وهو عملياته وتقاريره هو الجريح نفسه سمير رفعها للاخ رئيس اللجنه $6,500. هذه وحدها خطا قانوني يجب معاقبه الاخ رئيس اللجنه في الهند واحالته للتحقيق، وغيره كثير الاخ محمد السيداني وغيره، يعني كثير من الجرحى مثل عبد الله عبد القادر وغيره، قضايا كثير ضد اللجنه هنا لجنه الجرحى في الهند، والدكتوره ايلان وعدت ان شاء الله تحل هذه القضيه. وانت يجب ان تسالها عن هذا الشيء انها تحل القضيه بالكامل باذن الله. طيب نحن سننقل لها هذه التساؤلات، هي ستكون معنا في هذه الحلقه بحسب وعد سابق، اتمنى ان تفي بهذا الوعد وتكون معنا على الهواء مباشره موجوده بعد قليل. لكن ماذا عن تواصلكم انتم مع الجهات المعنيه بملفكم؟ يعني هنا اقصد المسؤولين في الحكومه الشرعيه، هل هناك تواصل لكم مع مسؤولين بشكل مباشر؟ مدى الاهتمام والمتابعه لملفاتكم يعني ووضعكم الصحي؟ يا اخي الكريم، وضعنا الصحي هنا في الهند يعني وضع مزري الى حد كبير جدا. لا نملك اي تواصل غير مع مندوب اللجنه، استبشرنا خير كثير في اللجنه عندما اقرتها دوله رئيس الوزراء، واستبشرنا الخير الكثير، وعند وصول اللجنه رفعنا لها تقارير عده، تقارير كثيره، وانتظرنا منها اشياء رائعه، لكن لجنة الجرحى يعني لم تعيرنا أي اهتمام في قضايانا، وكانت ترفع لنا وكانت تعاني من أخطاء كثيرة. من ضمن الأخطاء أنها يعني الأخ رئيس اللجنة هنا في الهند مستشفى تعاقد مع مستشفى أستر ويتهرب من مستشفى أخرى اسمها مستشفى منندال المعتمدة من لجنة تعز، والتي وكلت أنه يعني العقود كامل توقع من مستشفى منندال، والاخ رئيس اللجنه لا يرضى بالمستشفى هذه، يرضى بالمستشفى اكثر لانه لديه فيها نساب وغيرها من هذه الاشياء. والاخ رئيس اللجنه ساوضح نقطه هامه، نقطه قويه جدا، يخفي اسعار العمليات عن الجرحى، يعني انا لو ذهبت الى المستشفى وقمت باجراء عمليه بعد يعني نزاع كبير بيني وبين رئيس اللجنه بالعمليه، يقوم الاخ نحاول نساله بالعمليات لا يجيبنا عن اي تفاصيل. طيب انت ما الذي يهمك في اسعار عمليه؟ انت في الاخير يهمك انك تعالج وتقدم لك الخدمه، يعني اين هي المشكله في هذا الموضوع؟ يا اخي الكريم، الاخوه في اللجنه هنا في الهند يقومون بالتحايل علينا بعده طرق، من ضمن الطرق ان يعطينا مبالغ مصاريفنا الشخصيه بالروبيه بالعمله الهنديه الروبيه، ويجعلنا نوقع توقيعات اننا نستلمها بالدولار الامريكي، وفارق النساب فارق العمله والصرف يطلع مبالغ كبيره، ورغم انوفنا يجعلنا نوقع بالدولار ويجيب لنا هي بالروبيه. هذا من اهم الاخطاء. طيب رئيس اللجنه الطبيه في الهند، هل هو يعني صفته مثلا هل هو الملحق الطبي في السفارة؟ أيضا الشكاوى، إذا كانت هناك شكاوى وأنت تتحدث الآن ربما عن موضوع تشكك في مهنية وسلامة الإجراءات المتبعة من، وهذا ربما الكلام هو على مسؤوليتك، أنه يتعاقد ربما مع مستشفيات أخرى غير المستشفيات التي تم الاتفاق معها لأنه يبحث عن نسب وعمولات. لكن الأخ رئيس اللجنة طلع كذا في يوم وليلة، لا نعلم ما مدى صحة تقاريره، يعني ما مدى، هل لديه شهادات خبرة، هل لديه شهادات بكالوريوس أو ماجستير في الطب، لا لم نرى أي شيء منه. لا، لجنة الجرحى في تعز لم تخبرنا أي شيء عن قرار تعيين هذا الأخ في لجنة الهند، لا مؤهل علمي، لا مؤهل طبي، لا شيء من هذا القبيل أبدا، لا لم يملك أي قرار، فقط جمع تقارير اللجنة وتقارير الجرحى هنا في الهند جمعها وأرسلها للجنة الجرحى في تعز، ولجنة الجرحى في تعز لم تحقق من هو هذا رئيس اللجنة، من هو هذا الذي رفع التقارير. مباشرة اتخذت قرار وقال رئيس اللجنة هذا الذي رفع التقارير الأخ علي الجرادي هو رئيس اللجنة، دون أي يعني مؤهل وأي شيء يؤهل لهذا الشيء. طيب أشكرك جزيلا إسلام الناظري، وأتمنى لك السلامة إن شاء الله وكل الجرحى، شكرا لك.
طيب، ينضم إلينا من القاهرة الأخ قائد أحمد الظاهري، وهو والد أحد الجرحى. أهلا بك أخ قائد. أهلا وسهلا فيك يا حبيبي الغالي. وضع الجرحى في مصر هل هو أفضل من باقي الدول؟ مدى اهتمام الحكومة بالجرحى والمتابعة لأحوالهم؟ والله يا سيدي، حال ما واحد في الوطن العربي كله، في كل الدول التي ترحلت بهم يعني جرحانا من اليمن نفس الوضع. يعني معنا لجنة الجرحى في اليمن تتعامل مع لجنة الجرحى في مصر، وكما ذكر ابني الغالي في الهند هو نفس المعامل، التعامل مع دكاترة خاصين فيهم بالعمولة، ليس من أجل يعني من أجل حق الجريح يعني من أجل علاجه، ولكن من أجل الربح والفائدة. يا سيدي محمد غاية طاهر، الجريح محمد غاية طاهر وصلنا إلى مصر في 27/3، وعندما وصلنا حولونا إلى عند واحد يعني تبعهم، بينما وصلنا على مستشفى المعلمين وقال مستشفى المعلمين على ان حالته الى طبيب الثيوبوس، بين محمد قائد حبس في زنازين الحوثي فتره 8 اشهر، وهذا حصل له ثيوبوس العظام كامل. وعندما وصلونا لعند واحد صاحب يعني دكتور يعني مخ واعصاب لم يكن عنده الفهم لقضية علاج محمد قايد طاهر. كيف ليس لديه الفهم؟ يعني الآن لو تشرح لنا بشكل بسيط، أنت تحدث تقول صاحبهم وتم التحويل، وربما المشاهد الذي يستمع إليه الآن يعتقد أن الموضوع أصبح سمسرة يعني أكثر ما هو دولة، ويفترض أن تكون لديها آليات واضحة للتعامل مع الجرحى. ما الذي حصل لكم من حين خروجكم إلى اليمن إلى حين وصولكم إلى القاهرة؟ يا سيدي محمد قايد طاهر افرج عليه في 22/8، وحبس يعني وحبس في عدن 7 اشهر، وهو في التاشيره اخذوا حق الجوازات رحلوا، لم يلقى محمد قايد طاهر في عدن اي مستشفى او اي مأوى يأوي. عالجنا على حساب الخاص، وبعت بيت في الحمام من اجل محمد قايد طاهر. وكل الجرحى هكذا يا سيدي. بالنسبه لنا يحصل اليوم انه محمد قائد توجه في 27 وجلس 2 3 اشهر، الى تاريخ 15/5 قالوا يرحلوه من مصر الى الى يعني الى اليمن للعلاج في اليمن. ثم اتانا احد الدكاتره من اليمن واوصانا على اساس الى الدكتور وليد عبد الغني في مصر، اخصائي التيوبس اعصاب ومخ وتيوبس. طيب، ألا ما هي المشكلة في حالة محمد قائد؟ المشكلة محمد قائد أنهم قطعوا كل المستحقات العلاجية نهائيا من شهر 5 حتى اليوم، وأنا لي سنة ونص وعالجة على حسابي الخاص، وقطعوا حقها يعني المخصصات الطبية. وما هو المبرر أنه قطعت النفقة العلاجية؟ بأي مبرر؟ أنا مستعد أن تتواصل معي مع الواتساب يا سيدي، معك واتساب أنا أوصله وأدي له كل الوثائق والأدلة. لا تمام، يعني أنا يعني أريد أن نطلع الرأي العام والمسؤولين، يعني ليس في الواتساب. الآن تم قطع المنحة العلاجية لولدكم محمد قائد بمبرر ماذا؟ يعني ما هو المبرر الذي بموجبه تم قطع المنحة العلاجية؟ هكذا بدون أي مبرر، محمد القباطي رئيس اللجنة العليا للجرحى في مأرب أصدر أوامره بأنه الناس مصابين او المعاقين يرحلوا من مصر، رغم ان التقارير الطبيه تقول لا يمكن يعني العلاج محمد قايد طاهر الا بوجود الاجهزه العلاجي في مصر، ولكن ابى واستكبر وقطع يعني كل مخصصاته. طيب، هناك حلقه مفقوده، يعني لو نستطيع ان نتواصل مع الاخ محمد القباطي والمسؤولين حتى يعني نوضح للناس الصوره بشكل كامل، يعني بدل انه كل طرف يرمي بالتهم على الطرف الاخر. اشكرك جزيلا الوالد قائد احمد الطاهري، والد احد الجرحى، كان معنا من مصر. ايضا ينضم الينا عبر الهاتف الاخ فهد هزبر، مسؤول العلاقات العامه في رابطه الجرحى في تعز. اهلا بك اخ فهد. مرحبا فيكم وشكرا لكم لاستضافتكم، استضافتنا في هذه القناه لناقش قضايا الجرحى. طيب، ما هي النقطة الأهم التي نبدأ في التركيز عليها فهد، بما أنك أنت رئيس أو مسؤول العلاقات العامة في رابطة الجرحى؟
نحن في أرض جرحى تعز ننظر إلى مأساة الجرحى في دول الخارج أنها مأساة لابد من حلها جذريا. لماذا بدل الوفاء بالوفاء؟ شكلت لجنة طبية بقرار وزاري لمعالجة ملف الجرحى في تعز، وكان بعدم وجود مستشفيات متخصصة في داخل المحافظة تم تسفير بعض الجرحى إلى الخارج، وشكلت لهم لجان طبية لتهتم بهم، ومنها مهام اللجان الطبية هي الاهتمام بالجريح وعيادته إلى أفضل حالة صحية ممكنة. ولكن تفاجأنا أن اللجنة الطبية التي في الهند تقوم بالعكس، بدل من العلاج تقوم بإهمال وإهانة الجريح وابتزاز الجرحى. أتت إلينا كثير من الشكاوى من جميع الجرحى بخصوص هذا الموضوع. طيب الآن بالنسبة للجرحى تم توزيعهم على الداخل والخارج، نحن ربما نركز في هذه الحلقة على الجرحى الموجودين في الخارج، هل هناك يعني ما هي جوانب القصور في التعامل معهم من قبل اللجنة الطبية؟ يعني هل هناك أشياء يمكن سردها على شكل نقاط أم ربما هي اتهامات عامة وربما يقال أنه كلام في الهواء، كلام مرسل؟ لا يوجد كلام مرسل يا أستاذي. الإدارة لملف الجرحى في تعز فاشل جدا، لا توجد لديهم رؤية صحيحة لمعالجة ملف الجرحى جذريا. هذا الملف بشكل الجرحى في تعز، الجرحى يسكت من كل الجوانب، من السكن، عدم توفر إيجار السكن بشكل مطلوب، السكن غير صحي وغير نظيف، وبعض المقاطع الفيديو التي أرسلت إلينا من قبل بعض الجرحى يلاحظ فيها وجود حشرات منها صراصير وغيرها، إهمال صحي متعمد. رئيس اللجنة هناك الجرادي يقوم باستجابة التقارير الطبية، الكشافات، الفحوصات الطبية للجرحى، ولا يعطيه حتى نسخة منها للجريح. المترجمين في اللجنة الطبية غير مؤهلين وليس مؤهلين باستخدام المصطلحات الطبية، فلذلك توجد فجوة بين الطبيب والجريح، يقوم بفشلها هذا المترجم نفسه. طيب سمي لنا اسماء المسؤولين سواء على اللجنة الطبية في تعز او في الخارج بالاسم. يعني في تعز معنا رئيس اللجنة الطبية دكتور ايلان، نائبها دكتور محمد الثوابي، اعضاء اللجنة عصام التميمي، منصور الوازعي، في منهم اعضاء كانوا في قبل الدكتور احمد النعام زريقي، الدكتور همتان، قدموا استقالتهم بعد ثاني اجتماع لثاني اجتماع للجنة الطبية، لأنها بسبب وجود تجاوزات من رئيسة اللجنة فقاموا باستقالة تقديم استقالاتهم. طبعا هم دكاترة مستشفيات. طيب إيلان عبد الحق، إيلان عبد الحق، ما هي التجاوزات التي تقوم بها إيلان عبد الحق؟ تجاوزات كبيرة أستاذي، منها تجاوزات واحد وجود حساب شخصي لدي، الحساب الشخصي باسمي هذا البنك يودع فيها المبالغ المخططة للجنة الطبية. تمام، وبالنسبة للجنة الطبية التي في الهند؟ بالنسبة للجنة الطبية في الهند، في اختصار أنا وضعت اللجنة الطبية لتخدم الجريح ليس لتهين الجريح. إذا أتت شكوى واحدة من الجريح يكفي لإيقاد اللجنة عن بشرة أبيها. عدد الشكاوي التي وصلت إلينا أكثر من 40 شكوى. يا أستاذ سامي، أي جريح يشتكي يقوم العاملين بالضبط. أنا معي الآن أسماءهم وملفهم موجود عندي. هو الآن كان قبل قليل يتحدث مع الأخ إسلام الناظري أحد الجرحى من الهند، الخوف الآن أنه يتم إلحاق الضرر به هناك في الهند من قبل لجنة الطبية لأنه ربما كشف عن بعض الممارسات الخاطئة. طيب فهد، يعني أنا أعتقد أنه بيتعرض غيره موجود عندي ملف متكامل أكثر من 100 صفحة. لا، ربما إذا تعرض لأي ضرر ربما نحن نعمل حلقة أخرى ثانية، وبالتالي هم الأسماء المسؤولين المعنيين بهذا الملف هم معروفين وواضحين. يعني ربما حتى كان لنا اتصال بالأخت إيلان عبد الحق، كانت يفترض أن تكون معنا في هذه الحلقة لكنها أغلقت هاتفها، لا نعرف ما هي الأسباب، ربما سنحاول التواصل معها خلال هذه الحلقة. طيب فهد، الآن إذا ما حاولنا يعني المساعدة وإيجاد حلول ومعالجات لوضع الجرحى، أنتم الآن ربما تقدمون اتهامات وشكاوى في جوانب تقصير متبعة من قبل هذه اللجنة الطبية، ما الذي يمكن فعله حتى يتم تحسين وضع الجرحى بشكل أفضل؟ طبعا يا أستاذي، ما طلعنا الآن بالقناة بالقيس ونتكلم على مشاكل اللجنة الطبية إلا أننا بعد أننا تنتهي الوسائل للوصول إليها. من قبل 3 شهور نحن نتواصل مع رئيسة اللجنة الطبية الدكتورة إيلان عبد الحق ونقول لها يوجد مشاكل في اللجنة الطبية في الهند وفي غيرها في الخارج، ولكن في الهند
كان المشكله اكبر وابلغ. قالنا لا، غيري رئيس اللجنه واللجنه باكملها ويختاروا الجرحى من انفسهم. هذه اللجنه التي تهتم بها هي في الاول والاخير احنا اعتبرناها طبيه وشكلت لجنه تدريبيه في الهند لاجل خدمه الجيش. طيب شكرا جزيلا لك. قدمنا لها الحلول اكثر من حل، اكثر من حل لها بالمشروع الطويل. طيب. قدمنا لها اكثر من حل. طيب ايوه، ما هي هذه الحلول التي قدمتموها؟ واحد، اقامه اللجنه الطبيه التي في الهند واحالتها للتحقيق. اثنين، وضعنا لها عده رؤى لحل ملف الجرحى في داخل داعش وعدد من الاستشارات في ذلك. لم تستجب لنا، صعدنا الموقف وقدمنا بورقه طلب لنقابه المحافظ الاولى، لم ياتينا الرد منها. قدمنا ورقه مذكره طلب لنقابه المحافظ مره اخرى، لم يستجب لنا وقام بتوجيهنا الى الدكتوره ايلان. الان نحن دعونا الجرحى وندعوها من منبر قناه بلقيس ان يوم الاحد سوف نخرج وقفه احتجاجيه ويتبعها اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالب الجرحى. اللجنه الطبيه انشئت وبقرار وزاري ومبالغ مالي اعتمدت لها لخدمه الجرحى، لم نجد لها اي اثر. لهم 8 اشهر لما استلموا المبالغ الطبيه المبالغ الماليه لخدمه الجريح، لا يوجد اي اثر. الجرحى يشتكون بكل مكان، اصحاب الداخل حتى الداخل يشتكون، الجرحى الخارج يشتكون. ندار الملف الطبي بشكل ضعيف جدا 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 داخل داعش. نرجو من الجهات المختصه والجهات الحكوميه للنظر في ذلك. طيب شكرا لك اخ فهد. من الهند ايضا تنضم الينا الاخت ابتهال محمد، هي مرافقه مع احد الجرحى. اهلا بك اخت ابتهال. اهلين. يعني الان نحن نتحدث عن وضع الجرحى بحسب مشاهداتك، وانت ربما مرافقه ومتابعه ومهتمه بهذا الموضوع، كيف يبدو بالنسبه لك وضع الجرحى في الهند ومدى الاهتمام والمتابعه لوضعهم من قبل الحكومه؟ فقط توضيح، انا لست مرافقه لاحد الجرحى، انا مصابه يعني تقريبا نقدر نقول من جرحى الحرب، ولكن مش حرب عدن ما بعد الحرب، يعني نتيجه الوضع الامني المتردي الذي كان فيها ولا زال، ويعني مسافره على حسابي، تعالج، لست ضمن اي لجان لا جنوب ولا شمال، لكن عموما مشاهداتي هنا قريب 2 سنين في الهند، يعني وضع الجرحى اكثر من ماساوي. للاسف الفساد يقتل الجرحى اكثر ما تقتلهم اصاباتهم وجراحهم في الجبهه، اهمال واضح، ميزانيه ضخمه ترصد لهذا الملف، ولكنها للاسف اصبحت وسيله للغناء السريع من قبل سين او صاد من الافراد سواء داخل الوطن او خارجه، اكثر من ما هي ميزانيه مرصوده لعلاج الجرحى الذي رصدت من اجلهم. طيب ما الذي يحصل؟ يعني فصلي عادي واذكري الاسماء، لا مشكله. يعني باختصار شديد، وضع الجرحى لا يخفى على احد، منذ 3 سنين منذ اندلاع الحرب والجبهات ترفد يوميا العشرات من الجرحى باصابات مختلفه، يتم تسفيرهم الى عده بلدان، الهند احدى هذه البلدان التي يتم تسفيرهم اليها، لكن للاسف اهمال واضح، اما من قبل ابتداء من اللجان او الجهات المسؤوله داخل الوطن في منحهم هذه المنح العلاجيه، يتم مماطلاتهم للاسف انتقائيه عشوائيه، ليست عشوائيه ولكنها انتقائيه مقيته، يعني يتم انتقاء الجرحى مش على حسب يعني درجه الاصابه او خطوره الاصابه وضروريه تسفير هذا الجريح، ولكن للاسف على حسب يعني المقربون المؤلفه قلوبهم والوساطات والحزبيه المقيته والعنصريه المقيته سواء ابناء الجنوب سواء الجنوب او الشمال. هذا جانب. يصل المريض الى او الجريش الى الخارج والهند تحديدا، وقد يعني احيانا يكون يمكن علاجه، ولكن بسبب تاخير تسفيره يكون الاصابات قد استشرت، في بعض حالات وصلت وخلاص ميؤوسه ما عاد ينفعش معها علاج، للاسف يصبحوا مقعدين معاقين، يعني وضع مزري. ايضا هنا عندما يوصلوا للهند يتم اختيار مستشفيات بعينها، الملاحظ ان هذه المستشفيات الاغلى ثمنا والفاتوره حق الجريح تكون مضاعفه اضعاف اذا اي مريض راح مثلا تعالج او عمل هذه العمليه. طبعا هناك في نسب لا تخفى على احد، سواء يعني اصبحوا للاسف مثل مقوله على الراس كم، هكذا اصبحت نسب من 25 من 30% اصبحت وسيله غناء فاحش لافراد، لا نريد ان نتهم افراد بعينهم، ولكن
يعني مثل ما تقول الرائحه فاحت، الجميع يشتكي الجرحى، اما ان يماطلوا داخل الهند او يتم اختيار مثل ما قلت المستشفيات بعينها، ايضا معامله جثه داخل المستشفيات اذا تاخروا في الدفع. الكثير من الجرحى هنا يتم احتجاز جوازات سفرهم بسبب ان اللجان هذه لا تقوم بسداد الفواتير الباهظه التي اذا عملوها في اي مستشفى ثاني ممكن تكون يعني ممكن يعني ب 25% من قيمه الفاتوره هذه. هنا سؤال، لماذا يتم اختيار هذه المستشفيات؟ لماذا يتم التعنت لاي جريح يطالب او يشتكي او يرفع صوته؟ الكثير من الجرحى تم ترحيلهم لانهم اعترضوا على لجان او بصفه شخصيه كخلاف شخصي او ما شابه، يتم التعنت لهم وسحب جوازاتهم. الهند دولة قانون لا ترحم اي انسان يمشي بدون جواز او بدون وثيقه اثبات او فيزا منتهيه، يتم ملاحقته وربما يعني يتم ادراجه السجن. اليوم يحتجز جواز، غدا ستحتجز جثث هذول الجرحى. طيب شكرا جزيلا لك الاخت ابتهال من الهند. من تعز ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور منصور الوازعي عضو لجنه الجرحى. اهلا بك دكتور منصور. اهلا وسهلا بك اخي سامي، وجزيل الشكر والتقدير لقناه بلقيس على تخصيص هذه المساحه للنقاش حول جرحى سعد الذي نعتبرهم تيجان رؤوسنا. هي الحلقه مخصصه لمناقشه وضع الجرحى بشكل عام، يعني من كل المحافظات ومن كل الجبهات، سيل من الاتهامات تصب وتنتقد اداء اللجنه الطبيه في تعز واللجنه الطبيه في الهند. حق الرد مكفول لكم الان للرد على هذه الاتهامات ربما التي استمعتم اليها من الجرحى في الهند. هناك قول بان هناك فساد ويعني التلاعب بهذا الموضوع ومعايير غير واضحه في التسفير وتاخير ومماطله في تسفير الجرحى، وان ربما الموضوع اصبح اكثر للتكسب من قبل المسؤولين. هناك اتهامات لكم وانتم بامكانكم الرد على هذه المواضيع تحت عنوان بارز، ما الذي قدمتم لجرحى المقاومه والجيش الذين قدموا ارواحهم ربما في تصدي لمشروع انقلاب الحوثيين، وللاسف الجرحى اليوم يتهمونكم بالتكسب من وراء معاناتهم. اخي العزيز، بالنسبه للجنه الطبيه صحيح هناك انجازات وهناك اخفاق نوعا ما بالامكان قوله. اذا ما تكلمنا على انجازات اللجنه الطبيه مثلا بالنسبه للعلاج خارج اليمن، في دولة الهند هناك 62 جريح تتم معالجتهم في الهند، منهم 29 حالة كانت 29 جريح كانوا عالقين في دولة الهند قبل تأسيس اللجنة الطبية وقبل إصدار قرار وزاري فيها. هناك 28 حالة تم إرسالها من تعز بإرساليات عبر اللجنة الطبية وتم فحصها عبر اللجنة الفنية، وهناك أيضا 8 حالات سافرت إلى هناك وتم اعتمادها مؤخرا، أي إجمالي الحالات في الهند 62 حالة. بالنسبة لدولة مصر، إذا ما تحدثنا عن مصر هناك 47 حالة تمت معالجة بعض الحالات منها وتتم معالجة بقية الحالات، وهناك أيضا 68 جريح مع مرافقيهم سيتم قريبا إرسالهم إلى مصر. الأردن هناك 23 جريح تكفلت اللجنة الطبية بمصاريفهم لمدة 8 أشهر. هناك جريحين ومرافق أيضا في تركيا. هناك 3 جرحى كانوا في المملكة العربية السعودية وتم نقلهم لاحقا إلى مصر. إذا ما تحدثنا عن العلاج داخل اليمن، هناك 49 جريح تمت معالجتهم في المستشفى العسكري، 112 عملية أجريت في مستشفى العباس، هناك 83 عملية جراحية في مركز العظام والمفاصل في مستشفى التعاون تمت. أيضا مستشفى الروضة أرسلت اللجنة الطبية 94 حالة ما بين عمليات ورقود وإنعاش وأجهزة أخرى. مركز رعاية هناك 62 جريح يتلقون العلاج الطبيعي فيه. هناك 3 جرحى أيضا عائدون من السودان ويتلقون العلاج حاليا في مستشفى البويهي في عدن. هناك 48 جريح تم إرسالهم إلى مستشفى مكة للعيون في عدن. اللجنة الطبية أيضا تكفلت بمئة قدم صناعي لمركز الأطراف الصناعية. هناك 16 جريح تم إرسالهم لعمل أطراف صناعية في محافظة مارب. ايضا اللجنه تتكفل بادويه. اضف الى ذلك صحيح ان هناك مشاكل في الهند باذن الله. طيب هو السؤال الذي يطرح نفسه الان، نحن نتحدث عن معاناه الجرحى في الخارج، ارقام بسيطه تتحدث عن 68 جريح في الهند و47 جريح في مصر
ولا أدري كم، يعني عشرات يظلوا يعني. لماذا هذه الإشكاليات ولماذا لا تحل معاناة هؤلاء الجرحى؟ هل اللجنة الطبية سواء التي في مصر أو في الهند هل تتبعكم، لكم كلمة عليها، أم الموضوع كل لجنة تعمل بشكل منفصل وكل لجنة يعني ربما لهم آلياتهم في التعامل؟ أخي الحبيب، اللجان في الهند ومصر هي تتبعنا وتتواصل معنا، لكن إذا ما تحدثنا عن الهند إجمالا. طيب نبدأ بالهند، ما هي المشاكل التي في الهند؟ الجرحى في الهند يقولوا مثلا واحدة من الاتهامات أن رئيس اللجنة الموجود أو مندوب اللجنة في الهند ربما تم الاتفاق مع مستشفيات، هو لا يريد هذه المستشفيات، يذهب للتعامل مع مستشفيات أخرى لأن لديه عمولات من هذه المستشفيات الأخرى. هناك مماطلة في التعامل وتسديد الفواتير، أيضا لا يطلع الجرحى على الملفات والمعاملات. أخي سامي، بالنسبة لملف الهند، أنا شخصيا رجعت من الهند قبل ما يقارب أسبوع ولاحظت كل شيء أمامي. صحيح أن هناك قصور وهناك مشاكل، لكن بالنسبة للعقود المستشفيات، أنا شخصيا من وقع عقود مع مستشفيات، والأخ علي الجرادي كمان رئيس اللجنة كان جواري، ووقعنا أيضا مع مراكز العلاج الطبيعي. إذا ما تحدثنا عن الهند، صحيح أن هناك مشاكل كما قلت لك، يعني أحد أبرز المشاكل كانت هي بالنسبة للسكن. السكن كان معتمد فقط $100 للجريح، وهذا المبلغ غير كافي. وبناء على توضيحي من اللجنة مؤخرا، تم رفع هذا المبلغ إلى $150. أيضا القانون في الهند لا يسمح بإرسال مبالغ كبيرة. الأخوة في اللجنة، أنا سأقول بصريح العبارة، هناك تقصير من جهتهم، لكن أيضا هناك تقصير له جوانب أخرى. مثلا المشكلة المالية، القانون في الهند لا يسمح باستقبال أكثر من $2000. أيضا تتم مراقبة حسابات الأجانب. يا دكتور منصور، نحن نتحدث عن دولة. دكتور منصور، أنت لن تحول لمريض عبر الكريمة أو محلات صرافة، أنت تتحدث عن دولة، هناك ملحق مالي، ماذا يعمل مسؤولين في السفارة؟ لا، اللجنة غير مرتبطة بالسفارة، اللجنة تعمل في مدينة بنجلور في جنوب الهند، السفارة هي في دلهي، وأيضا هناك قنصلية في مومباي. طيب والسفارة والقنصلية جالسين يخزنوا في الهند فقط؟ طيب تمام، لم أسمعك. يعني السفارة والقنصلية ماذا تفعل في الهند إذا لم تهتم بهذا الملف وهذا الموضوع؟ يعني ما الذي تهتم به الآن؟ علاقات اليمن الهندية، كل شيء متوقف ومدمرة. أخي الحبيب، أنا ضمن توصياتي وضمن التوصيات التي رفعتها أن يتم العمل بشكل رسمي عبر الدولة، عبر مؤسسة الدولة. لكن هناك كما أسلفت مشاكل، لكن هذه المشاكل أيضا يجب أن تحل. أيضا في آخر اجتماع الأحد الماضي طبعا تم إيقاف إرسال الحالات إلى الهند، واتخذ قرار في اللجنة الطبية المتعد بأنه يتم إيقاف إرسال الحالات إلى الهند. لماذا؟ لتراكم المشاكل الكثيرة هناك. طيب الآن هذه المشاكل التي بناء عليها قررتم في اللجنة الطبية وقف إرسال الجرحى، ما هي هذه المشاكل؟ هناك مشاكل منها شكاوي الجرحى، أيضا الأمور المالية. أنت تعرف الوضع في الهند وانتظار الفيزا، يعني مثلا المريض كل جريح يجب أن يدفع $600 مقابل فيزا، وينتظر من شهر إلى 3 أسابيع انتظار الفيزا. بعدها الطيران، أيضا هناك معوقات كبيرة لا يحصل على حق. ففضلنا أن يتم إرسال الحالات إلى دولة مصر، أما الحالات الصعبة التي لا يمكن معالجتها في مصر سيتم إرسالها لاحقا إلى دول أخرى، وسيتم تنسيق هذه العملية. طيب شكرا جزيلا لك دكتور منصور الوازعي على سعة صدرك وعلى كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. من المملكة العربية السعودية انضم لنا عبر الهاتف أيضا الأخ أبو كرم. أهلا بك أخ أبو كرم. أهلا بك. تعليقك، مشاركتك في هذا الموضوع وفق ما استمعت إليه وربما وفق المتابعات، إذا كنت مهتم بملف الجرحى. بالنسبة للكلام عبر القناة الإعلامية وعبر المندوبين، عبر هذا إنه كل شيء اعتنوا فينا وكل حاجة، لكن لو جيت على أرض الواقع الإهمال موجود، ولا يوجد العلاج الكافي، ولا يتم العناية بنا بالشكل المطلوب. وكمان في ناس يقول لهم احنا بننقلكم الان من مستشفى الى مستشفى اخر لتلقي علاج، او للمستشفى الملك فهد لتلقي علاج، ويتضح نتواصل معهم انهم قد هم في الوديعة، قد رحلوهم ترحيل الى سكن الجرحى في مارب. طيب والله يعني
يعني هذا الكلام انت الان الذي تقول انتم الجرحى وربما هذه الاتهامات على لسان الحكومه يعني شيء مخيف مرعب، يعني اذا كان هذا يحدث على ارض الواقع، يعني ان الدوله تتعامل مع الجرحى الناس الذين يضحون بدمائهم قدموا ارواحهم يعني من اجل هذه القضيه وبالتالي يتم التعامل معه، انا ربما اترك مجال انه ربما قد يكون هذا الكلام غير صحيح وغير واقع. يعني انت تتكلم كاحد الجرحى وحصل معك هذا الشيء؟ انا جريح وقد حصل معي هذا الشيء، واكثر وتواصلت مع اصدقائي وتواصلت مع زملائي بما يا المعامله التي عاملونا فيها، وفي ذلك انا اقول لك يعني نسبه الجبهات ما في فيها تقدم بسبب عدم الاهتمام بالجرحى، عدم الاهتمام بالشهداء، يعني اهتمام بالجرحى صفر اهتمام. انت كنت في اي جبهه؟ انا كنت في جبهه ليبي وتحولت الى جبهه البوكس. طيب شكرا لك اخ ابو كرم. ينضم الينا ايضا عبر من الهند مازن عقلان وهو مرافق لاحد الجرحى، اهلا بك اخ مازن. اهلا وسهلا اخي سامي. استمعت لحديث الدكتور منصور عضو اللجنه الطبيه في تعز، تحدث عن اشكاليه الجرحى بشكل عام وبشيء من التفصيل عن جرحى الهند، ما قدمه الدكتور منصور الى اي حد هو منصف؟ اولا وقبل كل ذي بدء اتوجه بالشكر الجزيل لقناه الضيف على تغطيتها الرائده وتسليطها الضوء على هكذا مواضيع حساسه وانسانيه ومهمه. في الحديث عن الوضع العام للجرحى انا ساتحدث بشكل متسلسل واتمنى ان تكرم لي المساحه الكافيه لذلك. تفضل. الوضع الجرحى العام في الهند يرجحون تحت وضع مزري ومأساوي ومؤسف، وطالعه الدكتور يعني وراه راي العين. الجرحى يعيشون في اوضاع مضنيه، يشهدون مأساة غير عادية، تتعامل معهم لجنة الهند بسلوك وأسلوب المافيا، استكملوا كافة شروط العصابات، هذه ليست مجرد اتهامات نطلقها في الهواء ولا مجرد فقاعات نقولها لكي نحول، ولا 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 نحن بصدد الخوض في مناكفات مع لجنة طبية، نحن محملين بجراحاتنا، محملين بأوجاعنا، محملين بدمائنا، نبحث فقط ويبحث الجريح عن حلول ومعالجات لاشكالاته. كما قلت لك اخي سامي هنالك ابتزاز تمارسه لجنه الهند حق الجرحى، هناك انتهازيه، هنالك تهديد وضغط، وسانتقل لسرد الشواهد على 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 هذه الامور. هنالك ايضا محاوله تهديد الجرحى ومحاوله اخضاعهم ومحاوله يعني المس بكرامه الجريح واهانته، حتى ان الامر يصل الى يعني قطع استحقاقات الجريح من اعتمادات ومصاريف وايجارات شهريه الى 3 أشهر بحجه، ويعللون ذلك بالسبب الذي هذا لا نجد له تفسير، الذي ذكره الدكتور منصور انهم يجدون صعوبه في ارسال المبالغ الماليه، واننا لا نتكلم عن دوله ونتكلم يعني عن جهات غير رسميه ترسل الاموال الجرحى، ما قد وصل وتتحدث عنه الدكتوره ايلان الى مليون دولار عبر السوق السوداء بينما هنالك سفارات ايضا، حتى ان يعني وجدوا هذه الصعوبات هنالك تجار وهنالك طرق اخرى يعني شبه رسميه لتحويل المبالغ. بالانتقال الى الشواهد اخي سامي، هنالك جرحى اكثر من 15 جريح تعدى لهم ما بين الشهرين واحد شهرين وواحد 3 أشهر وواحد 4 أشهر لم يستلموا المصاريف، ولا باس في ذكر اسماء هؤلاء الجرحى. معك الجريح امير الضبيبي 3 أشهر حتى اليوم لم يتسلم المصاريف والايجار التي استدينها، دين من هنا وهناك. معك الجريح محمد الشيباني 4 أشهر قطعت استحقاقاته لجنه الهند فيما لا تزال تتبقى له عده عمليات. هنالك الجريح رشاد الشمساني احتجزت لجنه الهند في حركه غير يعني مبرره، يعني ومع احترامي لك المشاهد الكريم حركه وضيعه جدا، قاموا باحتجاز جواز الاخ الجريح المقعد المصاب بشلل نصفي رشاد الشمساني ومرافقه، احتجزوا جوازاتهم لديهم وحتى كسرت الفيزياء والان لا يستطيعون الخروج من البيت حتى لا تقبض عليهم الشرطه ولا يستطيعون الذهاب للمستشفيات، وهذه طريقه للاخضاع حتى يغادروا الهند ولا يعني يستكملوا علاجهم. باستكمال هذا الامر انا كنت اتمنى من الدكتور منصور ان يقولها بصريح العباره ويتكلم بصريح العباره عن التقرير الذي اعدته وعما ذكره في التقرير، لانه لا ليس هنالك من وجود لجنه في الهند وانما شخص يدعى علي القرادي يمسك بزمام الامور، وانه لا توجد اي كشوفات طبيه. انت ايضا اخي سامي ذكرت او قدمت سؤال
اسمعك. قدمت سؤال للأخ إسلام تسأله ما دعوى الجريح في طلب التقارير الطبية؟ هنالك أنا سأجيبك أخي سامي، هنالك عمليات أجريت للجرحى غير المقرر لهم، هنالك مشارق مشبوهة تزرع أجساد الجرحى ولذلك يعودون الجرحى للمطالبة بهذه التقارير، فيما تتشدد اللجنة بإخفاء تقارير الفحوصات والتحاليل وتقارير العمليات عن هؤلاء الجرحى. الجرحى أيضا الفساد الإداري الحاصل انعكس عليهم أوجاع وآلام وآهات. هو الآن دكتور منصور قال ربما أنهم اتخذوا قرار في اللجنة الطبية في تعز بعدم تسفير جرحى إلى الهند في الفترة القادمة لأنه هناك إشكاليات كثيرة. نعم وشكاوى كثيرة. نعم 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 أخي الجريح، الإشكالية ليست في الهند وليست في الجريح، الإشكالية في اللجنة في هؤلاء الذي عيونه لا ما هو المؤهل، ما هي الكفاءة التي يمتلكها رئيس لجنة الهند. رئيس لجنة الهند كما هو متعارف بيننا جميعا نحن الجرحى وبين الطلاب المتواجدين هنا أنه فشل دراسيا، أنه صاحب سوابق وتم تسفيرهم للهند لعدة إشكاليات ولعدة أمور غير أخلاقية، لا يوجد أي مؤهل ولا أي كفاءة في حين غفل أنا جميعا بهذا التعيين. كنا نتوقع أن هنالك يعني مئات من الطلاب اليمنيين الدارسين للطب في هذا البلاد والمنحازين للشرعية والمقاومة، هنالك أيضا من الأطباء الذين جاءوا. هي اللجنة الطبية الموجودة في الهند كم عدد أعضائها؟ أعضاء اللجنة الطبية ما أدري من 4 إلى 5، تصدق أننا لا نعرف أعضاء اللجنة الطبية، نعرف شخص واحد اسمه الجرادي هو الذي يمسك بالمال، هو الذي يمسك بتصريف شؤون الجرحى، وبينما المعلن بشكل رسمي هنالك 8 أو 6 أو 4 أعضاء، لا نعرف كم هم أعضاء لجنة الهند. طيب شكرا جزيلا لك الأخ مازن عقلان مرافق أحد الجرحى. لم يتبقى لدينا سوى دقيقتين في وقت هذه الحلقة، سنتابع من خلالها بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب، وأكرر أنه كان هناك حق الرد سواء للدكتور إيلان عبد الحق أو المسؤولين في اللجنة الطبية المتواجدين في الهند المشاركة معنا في هذه الحلقة، لكنهم لم يتجاوبوا ولم يردوا على اتصالاتنا. نتابع فقرة الواتساب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الجريح رشاد محمد سامي جرح المقاومة في تعز، تعالج في الهند وأعاني من فساد اللجنة في الهند حيث سببت لي عدة مشاكل. أولا أنه تقرر لي عملية خلايا جذعية ولم تعمل لي هذه العملية على الرغم من أنها عملت لأكثر من شخص وأكثر من فرد من أفراد الجيش الوطني المقاومة بالهند لنفس الدفعة الذي أنا وهم. الثاني بحاجة إلى إبرة نشيطية بقيمة 4500 دولار وهذه لم تعمل لي وقد عملت لعدة أشخاص. ثالثا قطع علي المصروف وأقل مواصلات والسكن بسبب أنني نشرت مقطع بالتاريخ 25 وأنا اليوم بتاريخ 27 أعيد مقطع آخر 27/7. رابعا حجزت جوازاتي من يوم أتيت من اليمن بتاريخ 18 مع اللجنة، وأيضا كسرت الفيز يعني انتهت الفيز بتاريخ 22/7 وقد أعلنت أو أبلغت اللجنة قبل 20 يوم من هذا وهم يماطلون ويقولوا بأن المعاملة تجري، وبالأخير يوم ما انتهت الفيزا علمونا بأنهم لم يعملوا شيء وأتحمل مسؤولية نفسي. أنا أحد الجرحى الذين وصلوا للهند في منتصف رمضان وأحد الذين يعانوا الإهمال والتعسف الشديد من قبل أعضاء ومسؤولون اللجنة الطبية في الهند، ولا زلت هنا بالهند أتلقي العلاج ما أستشعر معاناة الجرحى ونفسيات المقعدين والمتعبين. هناك ابتزاز من قبل مسؤولون اللجنة الطبية للهند وانتهازات وإخضاع وتأديب وفوق هذا عقابات غير مشروعة بحق كل جريح يصدع بالحق أو يطالب بحقه. نحن بين أيدي مسؤولون لا يعرفون معنى كلمة جرح أو معنى ألم، فكيف بهم أن يكونوا مسؤولون علينا ويرعون حق الرعاية؟ ومن ناحية أخرى بطش ونهب للاعتمادات المالية بشكل غير قانوني وعدم وصول الاعتمادات المالية المشروع لنا. طيب لهم المال يا فقط ما نريده هو حقنا بالعلاج، نريد العناية نريد الرعاية. أنا عن نفسي دخلت العمليات بعد عناء وتعب ومعاناة بعد ما بلغ الهرمون، خرجت من العمليات
لم أجد مرافق، لم أجد مترجم، لا أفهم ما أنا كلمات أنا أتألم، أريد مهدئ باللغات الأخرى. فوق هذا كله يأتي أحد أعضاء اللجنة يغورنا وأنا ممنهج علشان يوثق للجنة والإعلام حقه. إذا تابعنا هذه المقاطع لاثنين من الجرحى موجودين في الهند يتحدثون عن معاناتهم. ربما كان يفترض أن يكون في هذه الحلقة أن يكون هناك الجرحى وأيضا المسؤولين المعنيين بهذا الملف، لكن لم نجد أي تجاوب منهم. كما شاهدنا أحد الجرحى في مقطع الواتساب يتحدث أنه ربما نشر مقطع في وقت سابق ومن ثم قطعت عنه المنحة العلاجية. من ظهر معنا اليوم وشارك في البرنامج، إذا ربما تعرضوا لأي مضايقات أو تعسفات من قبل اللجنة الطبية في تعز في الهند، بإمكاننا أن نخصص حلقات أخرى لكشف ما يحصل، حتى يعني لم يقدموا الناس أرواحهم وتضحيات من أجل أن يعاقبوا ويتم البلطجة عليهم والتكسب من معاناتهم. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج المنصة، في أمان الله.